تنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ورشة العمل الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب تحت عنوان تنفيذ التوصيات الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن بحث دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع وعلى أبرز ما جاء في ورشة العمل، معنا عبر الهاتف من القاهرة على الهواء مباشرة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. سعادة الأستاذة دلال، بداية نرحب بك، ولو تحدثينا يعني كيف تناولت ورشة العمل موضوع محاربة الإرهاب وعلى الخصوص على الصعيد التشريعي؟ أهلا وسهلا فيك. طبعا عقد هذا اللقاء بمشاركة البرلمان العربي والاتحاد الأوروبي والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ومكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، وجمع صراحة عدد من البرلمانيين والقضاة من الدول العربية والغربية، ونعتبره يعني هذا لقاء نوعي أن يجمع بينهم صراحة. ناقشنا فيه التشريعات الخاصة بالجرائم الإرهابية وآليات كيف تباشر آليات التشريع والرقابة وكذلك التطبيقات أمام القضاء. نقلت الواقع التشريعي العربي بشكل عام، وبينا الوضع التشريعي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأيضا وضح من النقاش أن كيف النصوص العربية متقدمة في هذا الشأن. أيضا تعرضت لكيفية تعاطي مملكة البحرين بعد تعرضها أيضا لإرهاب ممنهج تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا بما يحمي سيادتها وأمن الدولة والأفراد، كيف حافظت في ذات الوقت على حقوق المتهم فيما يتعلق في تطبيق مسألة العدالة الجنائية والمحاكمة العادلة. وكانت لنا حقيقة مطالب يعني رئيسية بأن نطالب أيضا دول الغرب بالمثل في تطبيقاتها، سواء على مستوى القرارات التي قد تتخذ في مواجهة المسلمين في الدول المقيمين في دول الغرب، كيف يعني مثلا التمييز أو أن القرارات المجحفة اللي ممكن تقيد الحريات أو تمس الحريات الشخصية بالنسبة لهم، أو حجز الممتلكات، منع التنقل، كيف تولد نوع من الكراهية وتدعو أن يقوم البرلماني بمحاسبة إذا كانت يعني الجهات الرسمية هي مصدرة هذا القرار، كيف دور القضاء القربي أيضا في إبطال تلك القرارات التمييزية حتى لا يكون هناك تعسف في مثل هذه الإجراءات. طيب أستاذة دلال، يعني بالمقابل ما هي أبرز مخرجات ورشة عملكم في القاهرة؟ الأبرز هذه المخرجات اللي انتهينا لها اليوم أن يكون هناك فعلا تعاون وتنسيق دولي حقيقي، خاصة إحنا الدول العربية يمكن ركزت في توصية رئيسية، لابد أن يكون هناك جدية في إدراج التنظيمات من ضمن قائمة الإرهاب دون تراخي أو مراعاة لموازنات أخرى تنظر لها بعض الدول. أيضا الدول التي تكون راعية للإرهاب ينبغي أن يكون هناك تدخل من مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة في محاسبتها لما لم تكون ممولة وراعية في ذات الوقت. حرصنا على أن يكون هناك تدريب للبرلمانيين والقضاة في ذات الوقت على التعاطي مع القضايا الإرهابية، وأيضا أن يتم باستمرار مراجعة المستجدات في الإرهاب والتصدي لها من ناحية تشريعية، وكذلك وضع النصوص التشريعية التي تعين القضاء على تجريم عدد من الأفعال حتى لا يكون هناك إفلات من ارتكاب الجريمة. إذن سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.